من التلفزة الوطنية مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا، أهلا بكم مجددا. في كلمة توجه بها مساء أمس إلى الشعب التونسي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم، وإنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني. رئيس الدولة أوضح أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول فيه بمجلس نواب الشعب، جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، مشددا على عدم قبول المساومة ولا المزايدة ورفض الضغط والابتزاز من أي جهة داخلية كانت أم خارجية. التقرير لمراد الأبيض. في كلمة توجه بها مساء أمس إلى الشعب التونسي، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة في حالة إلى مقترح قانون تجريم التطبيع، قائلا إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم. إننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا، وخيانته هذه هي خيانة عظمى. رئيس الجمهورية أوضح أنه جدد التأكيد على أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى في علاقة بالسؤال الذي طرح عليه بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم التداول بشأنه أول أمس بمجلس نواب الشعب، لافتا إلى أن الدستور 25 من جويلية نص في توطئته على أن الانتصار لحقوق المشروعة للشعوب، وذلك اتساقا مع الشرعية الدولية التي تنص على أن الشعوب تقرر مصيرها بنفسها وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني. للتذكير بأن الدستور 25 من جويلية من سنة 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليمة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف. الرئيس قيس سعيد أكد مجددا أن ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الإطلاق، نافيا أن تكون غايته الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدال حول عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية لا جدوى منها، خاصة في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم. القدس الشريف. الغاية من هذه الكلمة ليست الدخول في سجال قانوني عقيم ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها شعبنا العربي في فلسطين أبشع الجرائم، ولكن يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد. وجدير بالإشارة لأن مجلس نواب الشعب توقف أول أمس عن مناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على اعتراف به والتعامل معه، وتم رفع الجلسة إلى موعد غير محدد. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار خلال افتتاح اليوم أشغال الدورة 44 للندوة الوزارية للفرنكوفونية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أكد موقف بلادنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم تونس اللامحدود للشعب الفلسطيني الشقيق وإدانتها المطلقة لما يتعرض له من اعتداءات وحشية أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وأمام صمت وعجز مختلف الأطراف والمنظمات الدولية. وفي هذا الإطار حث وزير الخارجية المنظمة الدولية للفرنكوفونية على لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسي لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة،
داعيا إلى ضرورة تحرك جميع الأطراف الدولية بصورة عاجلة بهدف وقف إطلاق النار وفسح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والعمل الفوري على تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة وأهمها حقه في العيش الكريم على أرضه. وتنعقد أشغال الندوة الوزارية يومي الرابع والخامس من نوفمبر الحالي تحت شعار الحوكمة الرشيدة ضمانة للاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي للمواطنين الفرنكوفونيين. افتتح معرض إكسبو تالان 2023 بقطب تنمية الزربية والنسيج اليدوي بالدندان الذي تنظمه وزارة السياحة والمركز الفني للابتكار والتجديد في الزربية والحياكة والديوان الوطني للصناعات التقليدية ومؤسسة تالان تونس. المعرض الذي يتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة مفتوح للعموم مجانا كامل أيام الأسبوع. تفاصيل أوفى مع إيمان بن عمر. العجار هو منتوج تقليدي يدخل في عمق التراث التونسي، موروث حضاري يعود إلى القرن الماضي، نسج بخيط من حرير خالص وبأنامل تونسية. هذه الحرفة لم تتوارثها الأجيال التي تلتها، ما جعلها على وشك الاندثار. لتتولى الفنانة التشكيلية سونيا قلال البحث في أغوار تاريخ هذه القطعة الأثرية النادرة، ومنها إعادة إحيائها. كانوا السافي تونس العاصمة يلبسوها يحطوها فوق راسهم فوق السفسيري. العجار هذية تلبس حتى 1930 ومن بعد انقرض خاطر الصنع نتاعو صعيب ياسر، وبدات السفرة لمدة عام وانا نحاوس من البقعه لبقعه ما بين عملت الحريريه نتاع تونس العاصمه الكل. نلقى روحي من بعد مشيت لبلدان اخرين خاطر اكتشفت اللي هو معناتها جاي من الاندلس. الفكره نتاعي حاولت نعاود نحييه بطريقه اخرى، وفي الاخر معناتها ما نجمتش نخدم على الحرفيين خاطر التقنيه نتاعو صعيبه برشا وتتطلب برشا وقت. حبيت معناتها توجهت للاندستري. وبغايه تثمين وتجديد وتنمية منتوجات حرف النسيج اليدوي والارتقاء بها نحو منتوج فني راق مع توسيع أفاق رواجها في الداخل والخارج، انتظم معرض نموذجي لتجد تصاميم مستحدثة من منتوجات يدوية مستوحاة من التراث الوطني، لتتنوع المنتوجات التقليدية فضلا عن أبعادها المختلفة على غرار البيئية. فهذا الباب استعملت الفضلات البلاستيكية كمواد أولية وحولته إلى منتوج فني قادر على المنافسة الدولية. تظاهر هذه الكبيرة اللي هي مناسبة لمزيد تعريف بالحرف نتاعنا، مزيد تعريف بالإبداعات نتاع الحرفيين والحرفيات نتاعنا في كامل ربوع الجمهورية التونسية وخاصة في مجال النسيج اليدوي، ومناسبة باش نحطوهم في شراكة مع حرفيين وفي شراكة مع مصممين في شراكة مع فنانين. النتيجة بطبيعة الحال تشوفوا فيها انطلاقة من غدوة باش تكون هالتصاميم هذه باش تكون موجودة على الانترنت وفرصة للعالم الكل باش يكتشف تونس عبر الشباك عبر البوابة بتاع الصناعة التقليدية. مبادرة معناها قمنا بها عندنا فوق من العامين، حبينا يشاركوا فيها الحرفيين من تونس كاملة. عندنا 19 فنان، ما عندنا فوق من 200 حرافي شاركوا معاهم. دونك هذوما توت لي زوفغ اللي باش تراوهم كلهم دي زوفغ تعملوا مشتركا فنان مع حرفة. المعرض يتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة، ويهدف إلى إنقاذ بعض الحرف من الاندثار ودفع قطاع النسيج اليدوي نحو الأسواق الأجنبية. في مشغل فلاحي، قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشديد المراقبة على مدى احترام المقرر الذي يحجر بعض استعمالات للمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأفضت جلسة عمل التأمت السبت أشرف عليها وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي، وخصصت لإعادة خطة تضمن التزود بالماء الصالح للشرب من تحويلات مياه الشمال في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار. أفضت إلى الاتفاق
الاتفاق على برمجة أيام إعلامية تحسيسية بكافة ولايات الجمهورية انطلاقا من 13 نوفمبر 2023 حول قيمة الثروة المائية في ظل انحباس التساقطات وفق بلاغ لوزارة الفلاحة. وفي هذا السياق تحدث وزير الفلاحة عن السعي لوضع برامج عمل استعجالية حفاظا على الأمن القومي الغذائي وضمانا لاستمرارية التزود بمياه الشرب، يشمل أساسا إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشمال، إلى جانب توفير البنية التحتية الضرورية لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقوية المعنية، مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي. إذن في مجابهة الشح المائي الذي تعيشه ولايات الجنوب التونسي، ينطلق قريبا عمل محطة تحلية مياه البحر بمدينة الزارات من ولاية جابس. المحطة التي تدخل حيز الاستغلال موفى السنة الجارية ستوفر كميات مياه هامة لاستعمالات الأهالي بالمناطق المعنية، بعد أن تم استكمال أشغال إقامتها التي تواصلت أكثر من 3 سنوات. النقل لخميس ببطان. في ولاية جابس محطة تحلية مياه البحر بالزارات، هذا المشروع الذي انطلق منذ سنوات وشهد بعض التعطل بلغ في الآونة الأخيرة مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم استغلاله قبل نهاية السنة الحالية. كما تشوفوا محطة أشرفت على النهاية، إن شاء الله ما عدلش برشا، إنجاز هام وهام جدا، وإن شاء الله احنا حتى التوسع قاعدين نخموا فيها من توا، لأنه نظرا للشح المائي يلزمنا ندعموا المشاريع هذه كسوا في مدنين ولا ممكن حتى في ولاية أخرى، فما حتى محطة أخرى مبرمجة إن شاء الله في زرزيس، واحدة في المهدية، وإحنا إن شاء الله ناويين حتى الماء الصالح للشرب الكل نأمنوه من المياه المحلات. مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الزارات بطاقة إنتاج أولية تقدر بخمسين ألف متر مكعب يوميا، من المنتظر أن يتم استغلالها أكبر في السنوات القادمة لتصل القدرة على إنتاج الماء بمئة ألف متر مكعب يوميا بطاقات وكفاءات تونسية. كما تشوفوا كل شيء في بلاصته، مازلت ممكن اللمسات الأخيرة نتاع قنوات الجلب ونتاع المياه البحر، إن فوا تكمل هذه مفروض شوية وقت باش تتنظف وتتنظم الأمور وتشتغل المحطة إن شاء الله. مشروع محطة تحلية بتاع الزهرات مشروع يمول ولاية تطاوين، ولاية جابس، ولاية مدنين، بطاقة إنتاج 50 ألف متر كوب في اليوم، قابل للتوسع 100 ألف متر كوب في اليوم. طاقة الإنتاج 45% ماء محلات و55% كثبان جرام يقع رجع على البحر. هذا المشروع من المنتظر أن يمثل الإضافة النوعية إلى جانب ما قدمته محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة التي تستهدف ولايات الجنوب الشرقية التونسية 3، والمقدر عدد متساكنيها ب 1.1 مليون ساكن. تطبيق محاور منظومة صحة واحدة الأممية المحافظة على الصحة العامة وصحة الإنسان وتدعيم التدخلات الصحية بوضع الإنذار المبكر للوقاية من الأمراض بين أبرز توصيات المشاركين في يوم التوعية بمناسبة اليوم العالمي لصحة واحدة، نظمه المجلس الوطني لعمادة الأطباء البيطريين التونسيين، واستعرض طرق العدوى ومصادرها وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصاب بها الحيوانات وتنقلها الإنسان. التفاصيل نتابعها مع لبنى عبيدي بوكادي. 60% من الأمراض الجرثومية والطفيلية الخطيرة لدى الإنسان هي من أصل حيواني، وفق منظمة الصحة العالمية التي أكدت أيضا أن حماية الإنسان من هذه الأمراض يجب أن يكون في إطار صحة واحدة، أي العمل التشاركي على مستوى محلي جهوي ووطني وعالمي لحماية صحة الإنسان وصحة الحيوان والصحة البيئية. منظومة صحة واحدة فيها عدة محاور، المحور الأول هي الوقاية. مع كل أسف
الوقايه فيها برشا مشاكل في تونس من العمل في منظومه التوكيل الصحي، في برشا مشاكل ولحد الان ما ثماش حل. وكان السناء الله يرحمهم ست عباد ماتوا بالكلب، كان باش نبقوا بالوضعيه هذه. مانيش باش نحكي لكم على عدد العام الجاي لدى البشر، ونذكركم ثاني ما يقارب 300 حيوان ماتوا بالكلب، اللي هو وضع كارثي غير مقبول في تونس في 2023. كيف كيف بعض المحاور الاخرى هو التعاون بين القطاعات، اي القطاع العام والخاص، اللي هنا التعاون هذا ما هوش واضح. ومن اجل مزيد تفعيل الاجراءات وتعزيز العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين في المنظومه الصحيه، نظم المجلس الوطني لعماده الاطباء البيطريين التونسيين يوم توعوي بمناسبه اليوم العالمي لصحه واحده. منظومه التوكيل الصحي هي منظومه في بدايه الانهيار نتاعها، اذا كان ما نقولش انهارت. علاش انهارت؟ لانه ما عادش ثم تعامل مع الاداره. الدعوه الوحيده هو انه نتعايشوا في شراكه قطاع عام قطاع خاص فعليه وليست صوريه. وعلى هذاك احنا رانا بديناها، هو مفهوم صحه واحده جديد، اما رانا احنا من عام 94 مع معناها اللجنه الوطنيه لمكافحه الامراض حيوانيه المنشا قاعدين نخدموا معناها لي سيكتور هذم الكل مع بعضهم، اللجان والكل تخدم ونخرجوا توصيات. التوصيات هذه ما نجمناش ننفذوها لاسباب معناها ماليه، لاسباب ضعف معناها الموارد البشريه، ضعف امكانيات وغيره. على هذاك نحبوا نطلعوا بصحه واحده، انه تكون التحسيس حتى معناها الأعلى أطراف باش يوفرون الإمكانيات باش نجموا نقدموا. ودعا المشاركون في هذا اليوم التوعوي إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي وتطبيق محاور منظومة صحة واحدة وتدعيم المنظومة الصحية للإنسان والحيوان. في مشغل صحي أيضا وعلى مدى 4 أيام، احتضنت مدينة المهدية الأيام الوطنية 10 للصحة الأساسية تحت عنوان الجوانب الطبية القانونية لمسؤولية أعوان الصحة. التفاصيل مع أسمى براق. الجوانب الطبية القانونية لمسؤولية أعوان الصحة من إطارات طبية وشبه طبية وإدارية، عنوان الأيام الوطنية 10 للصحة الأساسية والتي تحتضنها المهدية على مدى 4 أيام. المفيد في هذا وأنه التكوين هذا للإطارات هذم هو باش يبين للعباد كل المسؤولية لأعوان الصحة، والهدف منه هو أساسا هو كل حد يعرف ما لازمه وما عليه، وهذا باش يخلي أعوان الصحة يخدم في أريحية باش يعرف القانون نتاعو شنو لازم يقوم به. هو احنا بطبيعتنا نشكيو من معناتها من نقص في الاطارات والا في الاعوان، وميمطوم على لينابتيتود اللي هي قاعده تتفاقم من معناتها من وقت الى اخر، هذا يؤدي الى حق الى صعوبه ظروف العمل، وماذا بينا نلقاو دي بروسيدور. وعلاش لهنا نمشيو في انتهاج سياسه الجوده الى نورماليزاسيون، نحضروا دي بروسيدور باش الناس الكلها تكون معناتها الامور ظله واضحه للاطراف الكلها للتدخل الناجح ان شاء الله. هذا موضوع مهم جدا. موضوع الطب الشرعي ولا الجوانب القانونيه هو موضوع خاصا في الوقت الراهن قاعده تطرا العديد من المشاكل، واللي في الغالب نتاعها تكتسي تابع قانوني، يعني الجانب القانوني يغيب على اطاراتنا واعواننا. حبينا نعكسوا معناها نوليو الموضوع هذا اهميه بالغه حتى معناها نتجنبوا بعض المشاكل الكبيره اللي قاعده تقع لنا في مستشفياتنا. الأيام الوطنية 10 للصحة الأساسية تسعى إلى تكوين الإطارات الطبية وشبه طبية للتحكم في الوضع الصحي ومسايرة الاحتياجات المتزايدة للمواطن، ومن أجل محيط عمل يضمن كفاءة مهنية ويقدم خدمات ذات جودة للمريض. في أخبار الرياضة، وجاء السباح التونسي يوسف النفاتي بذهبيتي سباقي 50 مترا و200 متر زعانف زوجية خلال منافسات البطولة العربية والبطولة الإفريقية للسباحة بالزعانف المقامة بشرم الشيخ المصرية. وقد احتل المنتخب الوطني الذي يشارك تحت إشراف الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ احتل المرتبة الثانية في ختام هاتين البطولتين.
في مستهل مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تغلب النادي الإفريقي على مضيفه قواف القفصة بهدف دون مقابل، حيث سجل المهاجم النيجيري كينغسلاي إيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44، ليعزز النادي الإفريقي صدارته للمجموعة الأولى ب 18 نقطة. وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم ضمن المجموعة الأولى، فاز الملعب التونسي على مضيفه الأولمبي الباجي بهدف دون رد، ليرتقي فريق باردو مؤقتا للمركز الثاني، إلى جانب النجم الساحلي الذي ينزل غدا ضيفا على اتحاد بنغردان. في الأثناء ولحساب المجموعة الثانية، يلاقي الاتحاد المنستيري غدا النادي البنزرتي، ويباري النادي الصفاقسي مستقبل المرسى. أحياء أن للذكرى الثلاثي لانطلاق مسار تيكا، تنظم جمعية الصداقة التونسية اليابانية تظاهرات متنوعة في عدد الرياضات وأبرزها رياضة الكيندو، إذ يحتضن المركب الثقافي والرياضي ببن عروس تربصا دوليا للكيندو، انطلق يوم أمس ويتواصل حتى غد الأحد. تصنف رياضة الكيندو ضمن فنون الدفاع عن النفس، فهي مبارزة تحمل نكهة يابانية، وهي تمارس اليوم في 20 دولة عبر العالم ومنها تونس. فقد تأسست سنة 2013 الرابطة الوطنية للكيندو التي تعمل على نشر هذه الرياضة، خاصة عبر إقامة التظاهرات على غرار التربص الدولي للكيندو، تربص تشترك الرابطة في تنظيمه مع جمعية الصداقة التونسية اليابانية التي تحتفل بمرور 30 سنة عن انطلاق مسار ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا تيكاد. الكيندو هو المبارزة بالسيف على الطريقة اليابانية، هي طبعا معناها تجسيد معناها الثقافة الساموراي. هي اليوم رابطة تونسية للكيندو منضوية تحت الجامعة التونسية للجودو، عندنا تقريبا 100 معناها ما بين 80 و 100 منخرط في الكيندو في تونس في 4 نوادي، اللي هما نادي المنزهسيس، لايسكا، كارتاج، عندنا بن عروس واريانا. طبعا في تونس انا لونسي الكونسيبت الجديد اللي هو تيكاد جيمز، العاب تيكاد. احنا عاملين ان كونسيبت كامل حول التيم بيلدينغ، دونك نقدموا للشركات دي فورماسيون بازي سور لو كيندو، باش ينجموا هما يستعملوا الكيندو ولي فالور نتاع الكيندو والقيم نتاع الكيندو باش ينجموا يحلوا مشاكلهم في الخدمة. وتستقطب الكيندو رياضيين من مختلف الأعمار يستفيدون من القيم والأهداف النبيلة لهذه الرياضة، كما لا تعتمد هذه اللعبة على تحديد الأوزان للاعبين مثل بقية الرياضات القتالية، وإنما تكتفي بتحديد زمن المباراة بست دقائق. احنا نبدأ الكيندو من 6 سنين، وما عندوش ليميت نتاع عمر، ما عندوش، ما يفرقش في المورفولوجي نتاع العبد، سمين، ضعيف، طويل، قصير، مرأة، راجل. الكيندو مشيت مرة تفرجت عليه، عجبني يا أخي، بديت نترينا فيه، علمني كيفين تنظم وكيفين ترينا، بعندي برشا حاجات. كنت نترينا كونفو، يا أخي ريتهم هما داخلين، يا أخي سألت عليها وقالوا لي هي الكيندو. كي شفتهم حبيتها من أول نظرة، معناها هكا سألت عليها، دخلت جربت، والحقيقة كان من أحسن اختيارات حياتي. ويستعد المنتخب الوطني التونسي للكيندو للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام منافساتها بمدينة ميلانو الإيطالية العام المقبل. ويمكنكم مشاهدينا متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.